بغينا زعما غنتقادو فهمتي قبل الفيديو. كتبني واحد كتبني واحد شويه رجع اللور هاي حد بيه. لا انا اصلا ما غاديش نحطو هنا دابا بغيت نجمع هاد الشاكاكه فقاتي مزيانة هاد اللعيبة التوشيات عرفتي شنو ديك الدنيا باطمه عرفتي كي دارت ليها شداتها بحال قلت لي شاده شعره من الفوق غير هو هادو هما هنايا شوف بلا ما بقى هادو هما هنايا وشداتهم واش خلاتهم بحال كنطلعوا انا صراحه احسن منهم انا صراحه احسن من دنيا باطمه نشوفوا هذا اختي اللي سرات افاف حنا غير نتقادوا على وديتكم ها وبركي بالزربه هاك أول شهادة صافي زربنا عليه أربي كيجي توتا لا لا مديرش هداك كيبقى تما كيبقى لاصق في بلاصتو مكيديرش غنجربو يلا بالزربة ها على السريع إيه زعما باش منخلعوهمش راه داك الفلوق الفلوق كامل وأنا خالعة راه ماسكارا ديري ماسكارا باي دوير كاينة كاينة مراية هنايا داكشي باش صافي شعري مقاد صافي دابا سالينا من التقاليد دابا غنبداو الفيديو وفينا الناس الزوينين كدايرين لاباس عليكم كنتمنى تكون اموركم هانيه ما ديوش على صوتي حيت راني كي كنبان ضربة فيا الشمس المهم اعتذر اذا كنتو كتسمعوا شي صداع ولا شي حاجه حيت راسي كاين في الشارع كبير و سي نورمال اللي تسمع بحال هكاك المهم واعتذر على الصوت ديالي غنبقى نعتذر بزاف كثرت عليكم اعتذرت على الصداع ما يمكنش ضروري كيدوزو فحال هاد الاشكال هذا اسادير حيت مريضه ولكن قلت خصني ندير لكم فيديو وحيت فريمون تعطلت باش ندير هاد لا فيديو الفيديو غتكون كيو ان اي غنجاوبكم على الاسئله ديالكم حيت لقيت بزاف ديال الاسئله على لي فيديو اللي قدام و يا حليل الفراج كيتسمعوا عندنا بالجرده باي ذا واي عندنا بالجرده الفرنجات نسيتي نصورهم لكم قلت لكم جبرت بزاف ديال لي كومونتير في لي فيديو القدام على اسبيت بزاف كتسولوني وقلت خصني نجاوبكم ما بغيتش نجاوب كل واحد على الكومونتير ديالو قلت نجاوبكم في فيديو وصافي صافي دابا غنجاوبكم في فيديو على الاسئله ديالكم اللي خليتو ليا في الفيديو الاخرين والمهم كنتمنى تكونوا تشوفوني مزيان وكنبان زوينه ونانانيه نانانا والمهم ما عرفتش شنو كيبان لكم مورايا حيت ما كنشوفش مزيان المهم انا راه ماشي في بيتي انا وليت ضايفه بدارنا يعني هذا بيت ديال شي ناس مرحبا بينا عندهم كاملين زعما انا وياكم مرحبا بينا غندخل لي كومونتير وغنجاوب ما شبت كاع لي كومونتير قلت لكم غنبدا ناري شحال هذا الفيديو هذا غنطولو شوف على الانترو شحال هضرت مالي لهذا الشيء بغيت نموت على الهضره المهم قلت لكم البوست اللي حطيت قبل ما نحط لا فيديو واحد البنت كتبت ليا في كومونتير ممكن اختي الحبيبه تهضري لينا على التمريض حيت المعظم ديال الناس نشوفوه بطريقه مهمشه ديري لايك باش يطلع ديروا لايك باش يطلع المهم اختي انا قريت الكومونتير ديالك بصح هاد القضيه كاينه وكلشي مطيح من التمريض وكلشي ما كيامنش بالتمريض يا هضر يا قول الطب يا بلاش وكيعتبروا ما عرفتش انا بعد شي ناس راه كيشوفوا هاد التمريض يعني فرملو كيشوفوا بحال ادسوانيو واخا اسوانيو حتى هي المهم زعما كيشوفوا بواحد الطريقه رديئه ومالغري كي مثلا تكون دير تخصص زوين ولا شي حاجه كيشوفوا بواحد الطريقه اللي ما عرفتش قطعت الفيديو حيت شكل الاذان المهم راه ساهله ما علينا المهم قلت لكم انه بزاف اللي كيشوفوا التمريض هاد المهنه كامله كيشوفوها بواحد الطريقه اللي طايحه بزاف واخا راه لو رول ديالنا يعني اش غنقول لكم لو رول ديال الفرملي كبير وكما قلت لكم غتجيو تشوفوا غتجبروا داك لوبيتال كامل هازينو غير فرمليه فرملو يعني ولا بيغ سي كو حتى ملي كتبغي تدفعوا داكشي بنادم ملي كيسولك كيقول لك اش كتقرا في اسبيس داير التمريض كصحا كتقرا عامين زعما المهم كتبان لهم لا شيء وانا كنقول لكم اللي باغي يدفع وكاين شعب اللي كيكونوا زوينين وكيكونوا مزيرين وكيكونوا القرايه راه ماشي سهله يعني هذيك الدرجه كاين شعب اللي واه نقدر نقول لكم القرايه شويه سهله ولكن بحال مثلا لانستيزي راديولوجي لابوغاتوار والله يسال العذاب
بيل زد عليها لاسباج زد عليها اصلا لا فورماسيون كامله ما كدوش اصلا غير قرايه وتا كتسالي عاد كتولي تقلب على لاسباج ولا بالعكس القرايه كامله كتكون ديسباج ويعني سباج موديول وكيكون يعني كيكون عندك القرايه ولاسباج يعني مخلطين وباش توفق ما بين هذه وهذه وباش تقول انا متخرج من اس بي وانا قدرت انني نوفق ما بين لاسباج وما بين القرايه ونقرا نمشي 16 صباح ونمشي في العشيه نقرا في المدرسه راه ماشي ساهل يعني باش تكون عندك الاكسبيريونس راه ماشي ساهله يعني لا فالور ديال 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 هذه المهنه كامله لا فالور ديالها كبيره يعني ما كتقارنش بخدام اخرين واخا اي خدمه شوف اي خدمه عندهم لو رول ديالهم وعندهم انا راه ما عرفتش الشمس هذه مهم قلت لكم اي خدمه عندها القيمه ديالها وعندها لا فالور ديالها ولكن كيبقى حتى التمريض من انا كنقول هذه الخدمه ما يديرهاش اي واحد غير جاي وتقبل فيها ويجي بالعكس خاصها الناس اللي باغينها الناس اللي حاسين بالقيمه ديالها الناس اللي غيعرفوا يتعاملوا مع الناس مراد حيت راه ما كتعاملش مع واحد جاي يفوج ولا لا واحد مثلا مهندس كيتعامل مع واحد جاي يبني دار وفرحان وهذه وهذه الا راه كتعامل مع واحد ما باغيش اصلا يجي للسبيطار يعني غير ملي نوصل عندك راه واصل فواحد الحاله اللي صعيب فيها واحد الجانب خصك واحد الجانب انساني كبير واخا كيقول لك بنادم راه كيمشي مع المده ولكن راه اون فوا كتدخل وكتشبر واحد مريض راه محتاجك راه كتنسى اي حاجه كتنسى المشاكل ديالك ولا كتنسى شحال من حاجه وكتقول خصني نعتني بهذا الباسيون راه مادام وصل عندك الا هو راه ماشي جاي حبا جاي لوطيل ولا جاي شي حاجه راه جاي بالزمن وراه المرض جابو الناس باقيين كيشوفوا فيها بواحد الطريقه خايبه واخا تكون جاي مزيان وتقول لهم انا مشيت درت ديك الحاجه اللي انا باغي هكا كتبقى تبان لهم راك غير كتخربق المهم هنايا ما نهضر ما غاديش نسال اللي باغي شي حاجه يديرها ما تبقاش تسوقوا للبشر لا واه لا لا واه فرملي قيمته طايحه ولا هذه القيمه ديالك ما كيحددهاش الخدمه اللي خدام القيمه ديالك كيحددها بطريقه التعامل في خدمتك كيحددها لا كارير ديالك في خدمتك واش الناس كيهضروا عليك زوين اما باش تقول لي انا هذا تهضر لي على لا واه فرملي قيمته خايبه ولا هذه ولا هذه راه خرجنا لا ستاج وراه شفنا المعامله كي دايره واه راه في اي خدمه كتلقى واحد فوق منك وكيتحكم فيك وهذه 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 واخا حنا الحمد لله ما كاينش داك البروبليم كبير وما عانيناش منه بزاف ولكن يعني باش تقول لي لا واه خدمه اخرى حسان ولا راه شوفوا كاملين كندوزوا من اسبيس وكاملين ان شاء الله غادي نحاول نكملوا الماستر وهذه يعني شوف المهم هو تكون انت باغي تقرا اما باش تقول لي لا فورماسيون فيها 3 سنين ودخل تخدم وما غاديش يبقى عندك الحق مثلا تكمل قرايتك بالعكس يعني الا باغي تقرا كمل قرايتك ولكن كما قلت لكم من الاحسن يكون الانسان باغي هذيك الخدمه سينو راه غير غيبقى معد غادي يبقى يقول نفس الهضره هذه الهضره اللي كيقولوا الناس على التمريض حتى هو غيبقى يقول لهم لا واه لا واه الخدمه عيانه لا واه الخدمه فيها تمر لا واه الخدمه هذه فيها غير الدل ولا مثلا ولا المهم كل واحد اش كيقول اللي كيكون داخل لاعه باش يتخلص وهذه راه الهضره اللي كيقول وهذه الهضره اللي كيوصل الناس انا ما نقول لكمش هذه الهضره هذه المهنه شريفه بزاف ما هضره ما والو بيني وبينكم انا راه كيجيني هذه ما هضره ما حتى حاجه سلام نسرين عافاك بغيت نسولك لا بغيت تقبل في اسبيس اشنو المعايير اللي كيشوفوا مثلا الجهوي او الوطني اش كيشوفوا عافاك كنتسنى جوابك المهم سؤال مفتوح خصو بزاف ديال الهضره المهم راه كيكونوا كيشوفوا حتى هما هذاك المجموع ديال ما بين الجهوي والوطني 25% و 75% جو بونس ديال ما بين الوطني والجهوي بحال اي مدرسه المهم حتى كدفع الشعبه اللي بغيتي ومهم قبل خصك تشوف زعما النقطه ديالك اين الشعبه اللي تقدر تقبل فيها واخا هاد المعيار هذا ما كيكونش اي سهله على حساب هما كيقبلوا غير دوك الناس مثلا بحال انستيزي كيقبلوا 300 اللي يجيو يدوزو الكونكور ديك 300 الاولين كيحطوا حد النقطه الاخرى اللي بديك 300 المهم هما كيقبلوا النقاط المتفوقين يعني 17 الناس 18 17 16 وصلوا الناس 15 وهذاك وصلوا الناس 14 وهذاك انت وزهرك فهمتوا يعني هما راه قلت لكم كيحسبوا 25% ديال الجهوي و 50% ديال الوطني كنظن و 75% ديال الوطني مهم والمعايير على حسب كل شعبه خصك شحال تكون جايب ومهم على حسب عاوتاني انت شنو باغي وصافي باك ليبر واش مقبول مقبول كيدفعوا حتى هما اشنو دايره عافاك فين كتقراي دايره لانيستيزي ريانيماسيون كنقرا في اسبيت اختي قولي لينا كيف درتي البريباراسيون ديال الكونكور وانا اسبيت نتيا انا في اسبيت غابه كيفاش بريباريت
رجعت بريباري داكشي ديال الاس في تي ديال باك اس في تي حيت انا كنت باك فيزيك، رجعت راجع داكشي ديال الجينيتيك، جينيتيك دو بوبولاسيون بالضبط، هذاك دواره مربع مول ديك العيبات هذيك الشجره وما نعرف. المهم كنت راجعت داكشي الكماله ديال الاس في تي، وكانوا وراجعت المناعه، والمناعه هي اللي كانوا حطوها لنا حنا بالنسبه لنا الانستيزي، واخا كانوا حطوا شي شعب الاولين اللي دوزوا قبل منا، ولكن حنا حطوا لنا المناعه باقا عاقله، وغادي تراجعوا حتى داكشي ديال السانكيام وديال السيزيام وديال الباك، اتراجعوا حتى داكشي ديال لاكلوغوفيل واللي قريتو في السانكيام اني وداكشي، حتى هو راجعوه، حتى هو حطوه، هضروا على داك لاكلوغوفيل وداكشي، اصلا غتلقاهم في لي كونكور السابقين كيهضروا على داكشي. وبالنسبه للفرنسي، الفرنسي كل مره شنو كيحطوا، مره كيحطوا القواعد ديال الجرامير وداكشي، مره كيحطوا داكشي ديال سينونيم ولا لونطونيم ديال بعض الكلمات. المهم فرونسي ما عندك ما تبريباري فيها، بالنسبه لي انا ما عندي ما نبريباري فيها، غتمشي على الله، انت خدم على الاس في تي، يعني اس في تي شوفهم الحاجه اللي الاس في تي، شوف داكشي اللي بامكانك تبريباري، اما الفرونسي راه على حسب كل مره كيفاش كيحطوها، يعني ما كاين كادر دو ريفيرونس اللي غنقول لك مثلا هاش غتراجع هاش غتراجع، حتى اس في تي ما كاينش، ولكن الا شتي لي كونكور اللي قبل راه كيحطوا داكشي ديال 5 اماني 6 اماني والباك كيحطوه، وقلت لكم داكشي ديال اس في تي سيرو راجعوه. المناعه حنا بالنسبه لينا راه كانوا هذوك لي زوبسيون اللي دوزوا قبل منا ما كانوش حطوا لهم المناعه، وكنقول كلشي كيقول راه ما غاديش تحطوا المناعه جو بونس هاد العام كامل، يعني حيت ما وصلناش ليها كان كورونا، ولكن العكس حطوه لينا حنايا. بزاف اللي كيكتبوا لي يا ربي نتقبل في اسبيس، انا كنحلم باسبيس وهذه، والله الا كنفرح بزاف ومكرهت هاد الناس، هادو هما اللي يدفعوا يتقبلوا، ما يتقبلوش ناس اخرين اللي ما باغين، واخا هو كيبقى المكتب، وراه ملي غتدخل غتبدل الفكره ديالك وغادي تعرف شحال من حاجه راه غادي تولي باغيها، الا كنت بغيتي زعما تادابطا راه غادي تادابطا. ولكن هاد الناس اللي كيبقاو يقولوا لي بغينا نتقبلوا انا نينا انا، والله حتى هادو ما كرهتش هما اللي يدفعوا يتقبلوا، حيت كتحس بهم باغين داكشي اللي غيديروا. نفس لي كومونتير كيتعاودوا ديال كيفاش بريباريتي الكونكور وهادي، راه جاوبتكم. انا بغيت نسولك عافاك، يلا خديت باك اللي بغ اس في تي اغاب ب 11.40، اين برونش ممكن ندير في اسبيس واش نتقبل انفع الاسبيس غابه سي تو بوغ. المهم انا كنت لقيت واحد التصويره فيها الشعب وكل وحده علاش كتقبل، الا عاودت لقيتها راه غنحطها لكم هنايا، هنا اللي كنبان مع الشمس، ويلي غنحطها لكم هنايا فهاد البلايص هادي، غنحط لكم التصويره اللي فيها. مهم انا اللي عارفه الشعب اللي كيقبلوا بنقطه طايحه، بحال واش سونتي مونطال، واش هذا ان الناس ديال سونتي مونطال يدخلوا غيهجموا عليا يقول لي سكسي سكسي اش كتقولي علينا، بحال واقيلا ساج فام جو بونس. المهم كاينين شي شعب اللي كيدفعوا لهم الناس ديال 10 11 12 وكيقدروا يتقبلوا، المهم كيتهزوا باش يدوزوا الكونكور. في الفلوق ديال اسبيت وحده كتبان ليا انا بغيت نديرها، مي ما عرفش المعدل شحال، على حساب اختي انت شنو شحال جايبه غتمشي تدفع، راه ما واحد ماشي جايب 11 غادي يمشي يدفع لانستيزي ولا غيمشي يدفع لابوغاتوار، مثلا لابوغاتوار ولا انستيزي راه معروف السوي طالع. شعب اخرين معروف ثاني عاوتاني السوي ديالهم بحال الغاديولوجي 15 حتى هما كيدفعوا. المهم راه قلت لكم غير زهر، هي باش تكونوا فاهمين غير زهر، على حسب كل عام الناس اللي كيكونوا دافعين شحال كيكونوا جايبين، يعني راه قدر شي عام في الانستيزي يتقبلوا الناس اللي جايبين 10 ولا فهمتوا، ما نعرف ما عرفتي شي وقت يقولوا الانستيزي كيدخلوا لنا الناس 10، ولكن حنا اللي معايا كيقولوا لي يعني جايبين 17 16 15 حتى هي. المهم اللي بغى الانستيزي خاص شويه تكون نقطه طالعه. واش بداو الكونكور ديال الانسيج هاد العام؟ انا دايره الفيديو معطل، علاش اصلا عطلت الفيديو؟ حيت باقي اصلا ما تطلقش التسجيل في اسبيس كتبقى هي الاخرى. شحال اختي كان عندك بين الوطني والجهوي باش تقبلتي في التقدير والانعاش؟ عندي بين الوطني والجهوي 15 25، ما عرفتش واش نقدر نتقبل في هاد الشعبه. كان عندي ما بين سميتو 17 فصل شي حاجه ما عرفتش، المهم جبت 17 في الباك، و 15 25 هي دفعي اختي غتقدري تهزي باش تمشي دوزي الكونكور كنظن. المهم انا دابا المشكله ما نقدرش نقول لكم شي حاجه، حيت داكشي غير بحال دابا الانستيزي في الرباط كيهزو 300 واحد وكيقبلوا منهم 30، ديك 300 واحد كنتي منهم تبارك الله، ما كنتيش منهم راه ما طلع لكش الجوكر وصافي، يعني كيكون بعد المره الناس اللي دافعين كيقراو مزيان تبارك الله، وكتكون البروموسيون اصلا طالعه وشحال من حاجه، اصلا الناس اللي كيدفعوا الانستيزي بالضبط الانستيزي كيكونوا ديجا ما تقبلوش في لا ميديسين وكيجيو يطونطيو لا شونس، وهي في لابوراتوار بزاف اللي كيكونوا جايبين مزيان لابوراتوار شحال مره كيتقبلوا غير الناس ديال 18. وحق الله بواحد البروموسيون انا فيها بنت، واحد البنت من عائلتي قالت لي حنا كنا مقبولين غير الناس اللي جايبين 18 17، يلا تخيلوا انتم هادو الناس ديال 16 وهذه
اعوام بحال هذا العام ديالنا وقال راه تقبلوا حتى الناس ديال 16، ولكن ديك العام الناس ديال 16 بقاو غير كيشوفوا. يعني راه قلت لكم كيهزوا ديك 300 تهزيتي منها هو هذاك ما تهزيتيش راه ما الغلب الله. بزاف عاوتاني ديال الكومونتير اللي كيهضروا ليا نهضر لهم على الجهوي والوطني، ومهم ما جبرتش لكم وقت ودابا فات الوقت، المهم نقدر نعاود ندير لكم شي فيديوهات. واحد الكومونتير واحد النهار لقيت ديال واحد خونا قال لي دابا اللي عنده شين يوتيوب ولا يقول جبت 18 و 19 في الجهوي سير الله يهديك يا بنتي. والله يهديني الله يهديني، حيت غنجاوبك على هاد الكومونتير، ولكن راه ما كذبتش قلت لكم اللي كاين. دخلي دخلي المهم عسي انا اللي جيت مع الشمس طنطنتني، ولكن انا راه والله ما كذبتش. علاش غنكذب؟ جبت تزويت في الجهاوي قلتها، جبت 17 في الباكر قلتها، جبت 16 في الوطني قلتها، راه ما كاينش. علاش غنكذب؟ علاش نكذب على في شي حاجه وجوست انا والله ما كنقول هذا الشيء باش نبان باش حاجه؟ راه فات وقصي، انا راه شديت الباك وشديت الجهاوي، يعني ماشي غنبان به ولا شي حاجه، حاجه اللي فاتت كاع ما كنبانوا بها، ولكن جوست كنبغي الناس اللي باقي سمعتو كنشجعوهم. واش كنتخلص على هذا الشيء؟ راه ما كنتخلص لا والو، ولكن كنقول لكم ليكسبيريونس ديالي، وكنبغي نحفز الناس اللي باغيين يخدموا هذه مزيان. انا من الناس اللي كنبغي نشوف الناس اللي كيجيبوا مزيان وهذه باش كنقول راه كاينين هاد الناس. فهمتي؟ يعني علاش انا ما غنجيبش؟ علاش انت ما غتقدرش تجيب مثلا هاد النقطه؟ ولا بالعكس حنا غير كنشجعوكم والبشر، وفهمونا راه حنا كنشجعوكم والله. ما كاين زعما هادي ديال علاش غيكتبوا هادو اللي في دايرين شين في يوتيوب، بالعكس انا كيعجبني اللي يكون جايب مزيان مثلا وكيبغي يعاود عليه الاكسبيريونس ديالو غير غيفيد الناس. راه شحال مره كتدخل كتطابي شي حاجه في يوتيوب ومنين كيطلع لك شي واحد راه كتستافد. داكشي علاش انا حتى انا كوم اتون مثلا كنت غير واحد من كل بروموسيون يهضر على الفيليير ديالو لوبسيون ديالو، راه بنادم غير يلقى توجيه. حنا باقي عندنا معطل في المغرب، يعني واذا جيت انا نهضر على الانستيزي واحد اخر يهضر على لورجونتيست، واحد اخر يهضر على الكينيستيرابوت، واحد اخر يهضر على ديتيتيسيان، واحد اخر يهضر على كل واحد يهضر على لوبسيون ديالو. الناس ديال اللي غيشدوا الباك غادي يجبروا دي زانفورماسيون، ما غاديش يبقاو حايرين. كاين شحال من واحد انا هضرت معايا بنت في انستغرام والله ما عارفه شنو هي، ما عارفاش باغا دير التمريض وما عارفاش واش كاين معهد عمومي، واش صداع واش كاين معهد عمومي اصلا، وكيسحب لها واش كاين غير بريفي. كيهضروا معايا ناس اللي ما عندهم حتى معلومه بقاده، ما عندهم حتى معلومه بقاده، يلاه ما عارفش فين يدفع. يعني كون جا كل واحد، الناس ديال لانسا يهضروا، الناس ديال لانسا كون جا كل واحد يدير شين ويهضر ويبارطاجي هذا الاكسبيريونس ديالو، والناس ديال لافاك وهذه وهذه وهذه، راه غادي نعاونوا بزاف ديال الناس. يعني انا شحال من مره كنكون محتاجه شي حاجه وما كنعرفش، كندخل يوتيوب كنطبيها، كنفرح ملي كنلقى شي واحد هاضر عليها. حتى انا ملي كنت باغا ندفع الاسبيس ما كنتش كنلقى شي وحده انستيزيست غتهضر على انستيزي، جوست كيهضروا بزاف بزاف اللي كيهضروا على بوليفالون، كيهضروا على شعب اخرين، ولكن الانستيزي ما كانش شي واحد. وانا دابا وليت يعني اللي بغى يسولني على الانستيزي نجي يسولني وغادي نشكرها ليه، حتى انا نحب الانستيزي. عاد البرومو ديالي الناس اللي كيقراو معايا غيشوفوني، والناس ديال اسبيس اللي كارين اسبيس غادي يشوفوني، غادي يشبعوا فيا معيور مزيان يقول لي كي كتموت على اسبيس. ولكن شوفوا راه بزاف كاينين لي زانكونفينيون، كاينين الحاجات الخايبين، ولكن راه ما يمكنش نجي نقول لكم هذا الشيء راه خايب. راه غتلقاو راه فين ما مشيتو غتلقاو داك الشيء خايب، راه فين ما مشيتو، راه ماشي زعما غير انستيزي ولا غير اسبيس ولا، راه بزاف ديال المعاهد ولا فاكولتي وداك الشيء، راه الناس ديال لا ميديسين غنقول لكم حتى هما عندهم مشاكل، حتى هما ما عجبهم شي حاجه في ليكول ديالهم، حتى هما ما عندهم ما عجبهم شي حاجه في لي بروف، حتى هما ما عجب. ولكن اش غنديروا؟ واش حنا الا جينا نعيبوا راه بزاف ديال العيوب، ولكن خصنا نبين لكم داكشي زويون، فهمتوا؟ باش نتوما تزلقوا بحالنا. يمكن تهدي لا فيديو هضرت بزاف بلا بليت بزاف، المهم عطيتكم دي زانفو على اسبيس، جاوبتكم على لي كيسيون ديالكم، وبزاف باقي لي كيسيون بزاف، ولكن المهم جاوبت على الاساسي. لا باقي عندكم شي تساؤل على اسبيس ولا على لي برونش ولا هذه اي حاجه بغيتوها على اسبيس خليوها لي في لي كومونتير، وغادي نزيد الناس اللي باغيين يدفعوا لانستيزي. بغيتو دي زانفو، بغيتو شي فيديو خاص بلانستيزي قولها ليا، ندير لكم فيديو نهضر لكم على لانستيزي شنو كنقرا ونانا. كنتمنى تكون استفدتوا من لا فيديو، واخا انا تافهه وفيديو تافه الصراحه الله، غير بقيت كنبلابلي، ولكن حيت نتوما تافهين غادي تقبلوا عليا نيرات كي كنبان مع الشميته وعرقت عرقت عرقت.
بحيث نتوما تافهين وغادي تتبعوني وغادي تاخذوا النصائح ديالي، والناس اللي غادي يدفعوا للرباط بانوا هنايا، والناس اللي منين تقبلوا اجوا رجعوا لهاد لا فيديو هادي باش نتعرف عليكم، باش نهار تجيو الاسبيس نستقبلكم بالزغاريت ان شاء الله يا ربي وبالحلب والتمر، حيت غير النهار الاول اللي غنستقبلكم، موراها غادي تولوا تكحفروا وتبقاو تدوزوا حدايا تقولوا لي بسببك دخلنا الاسبيس بسببك احنا غارقين. ولكن شوفوا اكسبيريونس زوينه، وانا اصلا كانت عجباني وبقى عجباني، واخا الصراحه كنلقاو شي مشاكل زعما الله يستر، ولكن هانيه والله يسهل هانيه. المهم بيزو ليكم، وكنتمنى اللي باقي عندكم شي سؤال ولا شي حاجه تخليوها لي في لي كومونتير، والله حتى غنجاوبكم. وشوفوا دابا ما كاين من هنا لقدام، والله حتى غنلتزم معاكم، ما بقاش نغبر عليكم ان شاء الله. بيزو كبيره ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.